طب يا ولاد انا هبتدي ان شاء الله. موجود موجود سليمان موجود. اوكي، اليوم بندرس الانعكاس الداخلي الكلي. دي ظاهرة مرتبطة بعملية الانكسار، زي ما انتم شايفين كده الشعاع ده اللي امامنا. السلام عليكم، اخبارك؟ ازيك يا ابني؟ من اللي تعرفيني؟ سليمان يا اخوي. يلا شوف معايا هنا، ادي عندي هنا ماء، وادي عندي هنا هواء. الماء هنا يعتبر في 1، هو اقل سرعة، وادي عندي في 2، الهواء ده اكبر سرعة. هنا عندي N1 ده معامل الانكسار، وده N2 معامل انكسار، ده معامل انكسار الماء، وده معامل انكسار الهواء. المفروض هنا NV1 اللي هي سرعة الموجات في الماء أقل من سرعة الموجات في الهواء، وإن معامل انكسار الماء أكبر من معامل انكسار الهواء. تمام؟ فهنا الشعاع هينتقل من وسط أقل سرعة إلى وسط أكبر سرعة، إذن ينكسر إيه؟ مقترب من العمود ولا مبتعد؟ ينكسر مقترب، مبتعد عن العمود. مبتعد. أدي الشعاع سقط زي ما أنتم شايفينه كده، انكسر مبتعد عن العمود. طب هنا سقط الشعاع بزاوية، انكسر منطبق على السطح. الزاوية دي حالة خاصة اسمها الزاوية الحرجة، اللي هي بتكون فيها زاوية الانكسار قائمة. طب إذا سقط الشعاع بزاوية ثيتا آي أكبر من الزاوية الحرجة، طب هو وصل لغاية هنا، هيروح فين بعد هنا؟ ينعكس في الماء، بحيث إن زاوية السقوط ثيتا آ أو ثيتا 1 تساوي زاوية الانكسار ثيتا 2، زاوية الانعكاس. دي العملية هنا اسمه انعكاس داخلي كلي. تمام؟ تمام يا أولاد؟ دي الفكرة اللي هيدور عليها الدرس بتاعي. طيب نشوف النقطة اللي بعديها، ظاهرة الانعكاس الداخلي الكلي. عندي الحالة الأولى اللي هي هدرس الشعاع ده، الشعاع ده هعتبره رقم 1. آدي هنا عندي ماء وهنا هواء، هنا V1 وهنا V2، نفس الفكرة، هنا N1 وهنا N2. ايه؟ هنا بتاعت ميرسي؟ فانتك رشا هي اللي بتاع ميرسي. فعندك هنا V1 أصغر من V2 وN1 أكبر من N2، ولكن هنا عندي دي حالة خاصة. حالة خاصة ليه؟ حالة خاصة حالة خاصة. حالة خاصة إن الشعاع ساقط عمودي زي ما أنت شايف كده. أدي عندي هنا الشعاع ساقط عمودي، ساقط الشعاع عمودي زي ما أنتم شايفين كده. فالشعاع لما يسقط عمودي هينكسر مقترب من العمود ولا مبتعد عن العمود، ولا هيسير على استقامته؟ ها؟ عايزة حد يرد عليا؟
استاذ عيد السؤال اذا سمحت. عندما يسقط الشعاع عموديا زي ما انت شايفينه اهو، كتبت هنا الشعاع واحد اهو ساقط عموديا، ماذا يحدث للشعاع؟ هينكسر مبتعد عن العمود ولا مقترب من العمود ولا يسير على استقامته؟ مبتعد عن العمود. الرسمة قدامكم يا جماعة، هيسير على استقامته لأنه ساقط عمودي. لما يسقط العمودي فبتكون زاوية السقوط بصفر وزاوية الانكسار بصفر، خلاص. طالما الشعاع ساقط عمودي لا يحدث له انكسار حتى إذا كانت سرعة الوسطين مختلفة. مش أول مرة أشرحها يا جماعة، شرحها أنا في الحتة ديت وأنا بشرح الانكسار. ما علينا. الحالة الأولى أهو، الحالة الأولى سقط شعاعا عموديا من الضوء من وسط أقل سرعة وهو الماء بزاوية سقوط ثيتا آي، فانتقل إلى وسط أكبر سرعة هو الهواء، هو الهواء بزاوية انكسار ثيتا آر. حصل له إيه؟ مش من هنا. ايوه ولاد، بس في مشكله في السمارت بورد، بعدلها واكون معاكم ثواني. يعني نسيت نقلب كده، اتقفلت النص يعني خلاص ما فيش حاجه.
ايوه يا ولاد انا معاك. موجودين موجودين موجودين. اوكي هنبتدي. احنا اتفقنا ان عندي الحالة الاولى عند سقط شعاع عمودي. لكن الصوت ما سيده شوي استاذ يتردد. اوكي هقول لك دلوقتي. طيب كده الصوت تمام. يا توزين تمام. اوكي بنقول هنا سقط شعاع من الضوء من وسط اقل سرعه هو الماء بزاويه سقوط ثيتا اي لها قيمه معينه، فانتقل الى وسط اكبر سرعه اللي هي الهواء بزاويه سقوط او بزاويه انكسار ثيتا اي. فهنا لان الشعاع سقط شعاع من الضوء، سقط انا عندي في الحاله الاولى سقط عمودي. معنى ان الشعاع يسقط عمودي يعني ثيتا اي تساوي صفر. سقط عمودي يعني ثيتا اي تساوي صفر. لما الشعاع يسقط عمودي بيسير على استقامته، يبقى اذا فصار الشعاع على استقامته دون ان يعاني اي انحراف او اي انكسار، بحيث ان ثيتا اي تساوي ثيتا ار تساوي صفر. تعتبر الحالة الأولى. تمام؟ يبقى أنت لازم تعرف وتحفظ الحالة دي. عندما يسقط شعاع، أهو سقط الشعاع عمودي، عندما يسقط الشعاع عمودي فإنه يسير على استقامته، سواء الوسطين دول مختلفين أو غير مختلفين، تمام؟ طب نيجي نشوف الحالة الثانية. الحالة الثانية يقول لي سقط شعاع من الضوء بزاوية من وسط أقل سرعة هو الماء بزاوية سقوط ثيتا آي، فانتقل إلى وسط أكبر سرعة. فانتقل إلى وسط أكبر سرعة هو الهواء، ولكن هنا حصل إيه؟ شوف بقى شكل الشعاع. أدي الشعاع ساقط هنا بحيث إنه بيصنع زاوية ثيتا آي، فلأنه هينتقل من الماء اللي هو أقل سرعة إلى الهواء اللي هو أكبر، الهواء اللي هو أكبر، فهينكسر مبتعدا عن العمود. هينكسر مبتعدا عن العمود. أوكي؟ ده بالنسبة للحالة الثانية. فبنقول هنا فانكسر الشعاع مبتعدا عن العمود بحيث أن ثيتا آي أصغر من ثيتا آر. طبعا هنا لما يقول لي ثيتا آي أصغر من ثيتا آر ممكن أقرأها بطريقة أخرى، ممكن أقول أن ثيتا آر أكبر من ثيتا آي، يعني زاوية الانكسار اللي هي دي تعتبر ثيتا آر، هتكون أكبر من زاوية السقوط اللي هي ثيتا آي. خلاص؟ ده بالنسبة للحالة الثانية. فاهمين معايا يا أولاد؟ نيجي نشوف الحالة اللي بعديها. ها سامعين يا جماعة؟ وضح؟ سامعين أستاذ. أوكي.
يبقى قلنا الحالة الأولى سقط الشعاع عمودي. طب وانت فتح الباوربوينت؟ لا اوعى تعمل ليه. ها انت فتح الباوربوينت هنا؟ تاني معايا يا أولاد، الحالة الأولى سقط الشعاع عمودي سار على استقامته، يبقى أي شعاع عمودي يسير على استقامته. هنا زاوية السقوط ثيتا آي بتساوي ثيتا آر بتساوي صفر. طيب الحالة الثانية، سقط شعاع من الضوء من وسط أقل سرعة هو الماء بزاوية سقوط ثيتا آي، وانتقل إلى وسط أكبر سرعة إلى الهواء بزاوية سقوط ثيتا آر، فانكسر مبتعدا عن العمود. أهو سقط الشعاع بالشكل ده، أدي زاوية السقوط ثيتا آي، انكسر مبتعد عن، أدي عندي العمود أهو، يبقى هنا ثيتا آر. فهنا أجد أن زاوية السقوط أقل من زاوية الانكسار، أو أن زاوية الانكسار أكبر من زاوية السقوط. طب إيه السبب في كده؟ أنه انتقل من وسط أقل سرعة إلى وسط أكبر سرعة. طيب دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، سقط شعاعا من الضوء من وسط أقل سرعة هو الماء بزاوية سقوط لها قيمة معينة، فانتقل إلى وسط أكبر سرعة وهو الهواء بزاوية انكسار. ولكن هنا بقى نلاحظ حاجة جديدة. إيه الجديد؟ انكسر بزاوية انكسار قائمة، أي موازيا للسطح ومنطبقا عليه. هذه تسمى الزاوية الحرجة. ها نيجي نشوف بقى هنا، ادي عندي الشعاع اهو سقط بزاوية معينة، فانكسر الشعاع موازيا للسطح او منطبقا عليه. زاوية الانكسار هنا ثيتا ار بتساوي 90. هذه الزاوية تسمى الزاوية الحرجة، بيسموها ثيتا سي كريتيكال انجل، الزاوية الحرجة. يبقى إذن هنا لازم نعرف معنى الزاوية الحرجة. ادي تعريف الزاوية الحرجة، هي زاوية سقوط في الوسط الأقل سرعة يقابلها زاوية انكسار قائمة في الوسط الأكبر سرعة. يبقى هي زاوية سقوط من فهمك اهو، انا رسم لك الرسمه اهو، زاويه سقوط اهي. ايه زاويه سقوط؟ المحصوره بين الشعاع الساقط والعمود، فتكون زاويه سقوطي اهي. فانكسرت بحيث انها تصنع زاويه انكسار قائمه. طب هنا وسط، هتنتقل من الوسط الاقل سرعه الى الوسط الاكبر سرعه، وبالتالي انكسرت مبتعدة، فالعمود ابتعدت الزاوية أو الشعاع ابتعد
بحيث ان الزاوية هنا تكون قائمة. هذه تسمى الزاوية الحرجة. يبقى هي زاوية سقوط في الوسط الاقل سرعة يقابلها زاوية انكسار قائمة في الوسط الاكبر سرعة. او ممكن اعرف التعريف بطريقة تانية، هي زاوية سقوط في الوسط الاقل سرعة والاكبر كثافة. طبعا العلاقة بين السرعة والكثافة علاقة عكسية، فهي زاوية سقوط في الوسط الاقل سرعة والاكبر كثافة، والتي تجعل الشعاع المنكسر موازيا للسطح الفاصل او منطبقا عليه. ده تعريف زاوية الزاوية الحرجة. ما العوامل التي تعتمد عليها الزاوية الحرجة؟ الزاوية الحرجة اتفقنا اللي هي الزاوية دي بتعتمد على عوامل، بتعتمد على نوع مادة الوسط. يعني ايه تعتمد على نوع مادة الوسط؟ يعني مثلا لما اقول لك زجاج وهواء غير بنزين وماء، كل ما اختلف الوسطين كل ما اختلفت الزاوية الحرجة، ولكن كل وسطين ليهم زاوية حرجة ثابتة. يعني هنا الزاوية الحرجة ما تتغيرش وهنا الزاوية الحرجة ما تتغيرش، دايما ثابتة، هي ثابتة لكل وسطين. يبقى الكلام ده لازم نكون فاهمينه كويس جدا. يبقى إذن ما العوامل التي تعتمد عليها الزاوية الحرجة؟ قلنا نوع مادة الوسط. طيب كيفية حساب الزاوية الحرجة بين الماء والهواء؟ أولا الزاوية الحرجة بتحسب باستخدام قانون سنيل. إيه هو قانون سنيل؟ أدي قانون سنيل، N1 sin theta I بيساوي N2 sin theta R، القانون اللي احنا شغالين عنه كل دروسنا السابقة. طيب عايزة أجهز المعطيات بتاعتي، أدي عندي هنا. طبعا لازم تعرف عشان هتحسب زاوية حرجة يبقى ده أساسي، لازم الشعاع ينتقل من الوسط الأقل سرعة إلى الوسط الأكبر سرعة. يبقى إذن هنا الوسط هنا الأقل سرعة وهنا الأكبر سرعة، فالأقل سرعة دايما هو V1، ودي هنا N1، ودي هنا V2، ودي هنا N2. طب أنا هحسب الزاوية الحرجة بين مين؟ بين الماء والهواء. يبقى مين اللي لازم يكون الوسط الأول؟ الأقل سرعة اللي هو الماء. ومين اللي لازم يكون الوسط الثاني؟ الأكبر سرعة اللي هو الهواء. تمام كده؟ N2 ده للهواء مقدار واحد وهو ثابت، معامل انكسار الهواء واحد ثابت. أما أي وسط آخر هو يديهولك من ضمن، يديلك في السؤال جدول أو يديلك مع القوانين بتاعة الامتحان جدول فيه معامل الانكسار. أما اللي أنت كطالب مطالب أن أنت تحفظه لازم اللي هو معامل انكسار الهواء اللي هو واحد. طيب أنا عندي هنا هحسب الزاوية الحرجة بين الماء والهواء. اتفقنا أن الوسط الأول هو الماء والوسط الثاني هو الهواء. طب الأول بقى ايه مواصفاته؟ الاول مواصفاته ان 1 طلعته من الجداول وجدت ان هو 1.33، ان يبقى ده ماء هنا هواء، فالهواء بواحد. ثيتا اي زاويه السقوط هي نفسها الزاويه الحرجه، يعني الثيتا انيشال هي ثيتا كريتيكال، الزاويه الحرجه هي اللي انا عايزه احسبها. زاويه الانكسار دي ثابت دائما قائمة، دائما قائمة يعني دائما 90. طيب أنا حاليا عندي القانون إن 1 ساين ثيتا أي، قلت لك ساين ثيتا أي هي ساين ثيتا سي أهو علشان تبقى ماشي معايا خطوة بخطوة، ساين ثيتا سي. طب أنا حاليا عايز أحسب مين؟ ساين ثيتا سي، يبقى أقسم الطرفين على إن 1. ليه؟ عشان أشيل إن 1 مع إن 1 يتفضل عندي ساين ثيتا سي أهي هتساوي N2 sin theta R على N1. أجي عندي أهو هعوض عن N2. N2 بكام؟ N2 عندي
بوان ان تو ساينس دي يبقى طبعا تبر 1 1 في ساين 90 على ان 1 اللي هي 1.33 اعملها عندك بالحسابه هتطلع القيمه اللي انا مطلعاها هنا. طبعا اتمنى ان انتوا تكونوا ماسكين الحسابات لا قدر الله يعني. حد فيكم ماسك الحسابه؟ روعة السبيريت أحلى بتوع يوسف. طبعا أكيد أن أنا المفروض أستنى لبكرة عشان تردوا علي يا شعب. سليمان رهف وضاح الأخوة الخرس طلع لي نفسها. طلع لك كم؟ نفسه. طب ما تتكلم يا رهف. طلع لك نفسه الحمد لله. يبقى طبعا هجيب ساين سيتا سي هيساوي 1 في ساين 90 على 1.33 وروح عامله الشيفت ساين انصر يطلع لي سيتا سي اللي هي 48.75. يبقى دي اسمها الزاوية الحرجة بين الماء والهواء وهي ثابتة دائما. يعني دي احنا نعمل منها جدول. يعني احنا ممكن نعمل جدول بالزوايا الحرجة. يبقى انا كده حسبت الزاوية الحرجة. قلت هنا ملاحظة الزاوية الحرجة ثابتة لكل وسطين وتختلف باختلاف الوسطين. نكمل. ادي هنا كاتبه لكم جدول اهو في الامتحان بيجي لي جدول زي كده يقول لي مثلا ادي هنا معامل الانكسار ادي الماده. الماده ماس معامل انكسار 2.419 الزجاج 1.523 الجليد 1.309 كلوريد الصوديوم 1.544 الكوارتز 1.458. طبعا لما يقول لك الكوارتز المصهور غير لما يقول لك الكوارتز الصلب. فتخلي بالك جدا من الحاله الفيزيائيه للماده اللي بيطلب منها معامل الانكسار او اللي بيديها لك. طيب ادي عندي هنا سؤال انتوا اللي هتحلوه مش انا منتظره الناتج. يلا باستخدام جدول معامل الانكسار احسب الزاويه الحرجة بين الزجاج والهواء. يلا هديكم دقيقة. هديكم دقيقة. ها فات منها 20 ثانية. هديكم دقيقة تحلوا السؤال بسرعة بسرعة. يلا منتظرة. لو ما ردتوش عليا هطلع بره الحصة. مش هكمل. أنا بتلك. بيقول لي ملاحظة معامل انكسار الهواء 1. طيب حاليا لما أحسب بين الزجاج والهواء مين اللي يكون في 1 ومين يكون في 2؟ الشعاع ينتقل منين؟ لابد ينتقل من الأقل سرعة اللي هو الزجاج إلى الأكبر سرعة اللي هو الهواء. فإذا الزجاج يكون 1 فالزجاج يكون N1 يساوي N1 للزجاج بيساوي كام من الجدول أهو 1.523 أدي N1. ها المطلوب ان انا احسب سيتا سي هتساوي كام لما يكون N2 اللي هو الهواء هيساوي 1 وسيتا ار او سيتا 2 هيساوي 90. يبقى من هنا هستخدم قانون سنيل
واحسب اهو ادي ان 1 زجاج اللي عندي في الجدول، ادي الهواء، ادي ثيتا سي اللي انا عايز احسبها، ادي ثيتا ار ب 90. بكتب قانون سنيل ثيتا اي هي ثيتا سي، عشان احسب ثيتا سي هقسم الطرفين على ان 1 على ان 1، يبقى ساين ثيتا سي هيساوي ان 2 ساين ثيتا ار على ان 1. ان 2 اللي هو 1 في ساين 90 على ان 1 اللي هو 1.523، شيفت ساين انسر اطلع ثيتا سي 41.04، ده معناه ايه؟ هل الزاويه ديت زي اللي انا كنت احلها في السؤال اللي السابق؟ الثانيه كانت 48.75، لا دي 41.04. يبقى اذا الزاويه الحرجه بين الزجاج والهواء تختلف عن الزاويه الحرجه بين الماء والهواء، وهكذا. يعني طبعا سؤال زي ده لازم يجي في الاختبار عليه شيء. تابع حساب الزاويه الحرجه. اذا كان معامل الانكسار المطلق للماس بيساوي 2.419، احسب قيمه الزاويه الحرجه بالنسبه للهواء. طبعا بنفس الطريقه نفس الكيفيه، اهو عندي ان 1 لمين؟ للماس، هو اديهولي، وان 2 هواء ثابت ثيتا ار، واحسب واطلع. يبقى اذا ثيتا سي 24.41. ده يوضح لي ايه؟ ان الزاويه الحرجه بتختلف من وسط بين كل وسط، وهكذا. طيب هنا بيقول لي اذا كان معامل الانكسار للزجاج يبقى اذا ده استاذ ما سمعش خرشر بتقول مش سامعاني بيعلق. طب كده اوكي، بس انت عارفه الشبكه هي اللي مش حلوه. ادي عندي هنا من الزجاج الى الماء، فالزجاج اقل سرعه والماء اكبر سرعه، يبقى الزجاج ان 1 والماء ان 2. يبقى يلا نحل على طول. ادي هنا عندي ان 1 هيساوي 1.6، ادي ان 2 هيساوي 1.33، ثيتا اي اللي هي ثيتا سي هي اللي انا المفروض احسبها، وثيتا ار دي ثابته بتساوي 90 لان زاويه الانكسار قائمه اهي. زاويه الانكسار قائمه. يبقى كده هنطبق في القانون ونحسب. اهو ادي عندي ان 1 1.6، ان 2 1.33، هحسب ثيتا سي، ثيتا ار ب 90، قانون سنيل، واحسب بنفس الكيفيه طلعت لي 56.227. يبقى دي الزاويه الحرجه بين الزجاج والماء. يبقى اذا وانا بحسب الزاويه الحرجه مش بالضروره ان يكون الهواء احد الوسطين، لا ممكن يكون الزجاج والماء، الزيت والبنزين، الزيت والجليسرين، الماء والجليسرين، اي وسطين شفافين مختلفين في السرعه او مختلفين في الكثافه الضوئيه. نكمل. إذا كانت يلا
حلو. اذا كانت الزاويه الحرجه الوسط بالنسبه للهواء يلا مش مشكله. بعدين نيجي بقى على الحاله الرابعه. رجعنا تاني للرسمه اللي انا كنت وصلت كل ده بالزاويه الحرجه اللي هي هنا. لا بقى ده انا هاخد الحاله الرابعه والاخيره اللي هي ايه؟ عندما يسقط الشعاع بزاويه اكبر من الزاويه الحرجه. ادي هنا ثيتا اي اكبر من الزاويه الحرجه. فقال لي اذا كان الشعاع المنكسر وصل للسطح، طب هيحصل له ايه؟ هينكسر داخل الوسط نفسه. هذه الظاهره تسمى انعكاس كلي داخلي، بحيث ان زاويه السقوط تساوي زاويه الانعكاس، ودي تسمى انعكاس كلي داخلي. يبقى الحاله الرابعه بنقول هنا ايه؟ سقط شعاع من الضوء من وسط اقل سرعه اللي هو الماء الى بزاويه سقوط لها قيمه اكبر من الزاويه الحرجه. يبقى لكي يحدث الانعكاس الكلي لابد ان تكون زاويه السقوط اكبر من الزاويه الحرجه، فان الشعاع لا يغادر السطح وانما يحدث له انعكاس كلي داخلي، بحيث ان زاويه السقوط تساوي زاويه الانعكاس ثيتا اي يساوي ثيتا ار. خير، نفس المشكله حصلت اللي ظهر في الدم ده. طب وده كان منين اصلا؟ استغفر الله العظيم، ما هي تاتش كل حاجه تاتش. طيب يلا يا جماعه، يبقى اذا هنا سقط شعاع من الضوء فان الشعاع لا يغادر السطح وانما يحدث له انعكاس كلي داخلي، بحيث زاويه السقوط تساوي زاويه الانعكاس، وهذه الظاهره تسمى ظاهره الانعكاس الكلي الداخلي. اهو تعريف ظاهره الانعكاس الداخلي الكلي، بنقول هي الظاهرة التي تحدث عندما ينتقل الشعاع من وسط أقل سرعة إلى وسط أكبر سرعة بزاوية سقوط مناسبة، وهنا زاوية مناسبة يعني أكبر من الزاوية الحرجة، أكبر من الزاوية الحرجة، بحيث لا يحدث انكسار للضوء. امال يحصل ايه؟ انعكاس. اهو شايفين هنا دي تعتبر، ادي اهو الشعاع حصل له انعكاس، الزاويه كبرت اكتر ايضا حصل له انعكاس. تطبيقات على الانعكاس الكلي. تطبيقات يعني الاستفاده في الحياه العمليه من الدراسات النظريه. إذا كنت أنا بدرس العلم وما بطبقش يبقى العلم ده مش مفيد. العلم لازم يشعرني بالرفاهية، يشعرني إن أنا استفدت في حياتي. فكل التطبيقات اللي في حياتنا اللي هي زي المكيف، زي الثلاجة، زي الكمبيوتر، زي أي جهاز بيمتعنا بالرفاهية، فده يعتبر تطبيق لنظرية علمية. ف ظاهرة الانعكاس الداخلي الكلي دي استفدنا منها في حياتنا العملية في تفسير ظاهرة السراب، وفي صناعة الألياف الضوئية البصرية اللي هي بنسميها الفايبر. طبعا كلنا دلوقتي تشوف النت كان بطيء، لا غيرنا للألياف. ايه هي الألياف؟ الألياف دي بتعتمد على ظاهرة الانعكاس الكلي الداخلي. يبقى انا كده استفدت من ظاهرة الانعكاس الكلي الداخلي فايدتين. كده ان انا فسرت ظاهره بتحدث في حياتنا، اللي هي انت لما تكون ماشي في يوم حر كده تحس ان في ماء مسكوب على الارض، او تحس ان انت شايف صور النخيل مقلوبه. يبقى اذا هنا احنا استفدنا في حياتنا العمليه من هذه الظاهره ووظفناها. طب نمسك واحده واحده. ادي ظاهره السراب. يعني ايه ظاهره السراب؟ بنقول هي عبارة عن ظاهرة طبيعية تحدث بسبب الاختلاف في كثافة طبقات الهواء القريبة من سطح الأرض وحدوث انعكاس كلي داخلي في إحداها عندما تزيد زاوية سقوط الأشعة عن الزاوية الحرجة. أدي أهو المسافر في الصحراء، أهو شخص راكب جمل مسافر، في هنا نخلة هو بيشوفها هنا مقلوبة،
كأنها معكوسة في الماء. طب إيه السبب؟ طبعاً ظاهرة السراب دي مذكورة في القرآن. فاللي حصل هنا إن حدثت الظاهرة دي بسبب حدوث الانعكاس الداخلي الكلي. طيب هنا في المناطق بقى الجليدية عند القطبين بيحصل العكس، بيشوفوا انعكاس القوارب في السماء وليس انعكاس النخيل على الأرض، لا ده بيحدث العكس. فبنقول هنا نقرأ المعلومات الموجودة، السراب ظاهرة طبيعية ناتجة عن انكسار الضوء في طبقات الجو، ويحدث عندما يكون سطح الأرض حار جدا أو بارد جدا، بارد جدا في المناطق القطبية وحار جدا في المناطق الاستوائية. والسبب في ذلك أن طبقات الهواء الواقعة على ارتفاعات مختلفة من سطح الأرض درجات الحرارة فيها مختلفة، الكثافة مختلفة، ثم معاملات انكسار مختلفة. فهذه الاختلافات تؤدي إلى انتقال الشعاع من وسط أقل سرعة إلى وسط أكبر سرعة. فعندما يسقط الشعاع بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة يحدث له انعكاس داخلي كلي، وبالتالي تتحقق ظاهرة السراب. طبعاً مش في أي وقت أنا ممكن أشوف السراب، يعني في الشتاء ما بنشوفش السراب، لكن بنشوفه أوضح في الصيف. بسبب إيه؟ اختلاف درجات الحرارة لطبقات الهواء المختلفة، فبحيث إن كأن الشعاع مثلاً أهو بينتقل، انتقل من هنا مبتعد عن العمود، مبتعد عن العمود، هنا حصل له بقى انعكاس كلي. فعندما يحدث له انعكاس كلي الرائي بيشوف على امتداد هذا، هنا أدي السراب وأدي الحقيقة. أدي عندي هنا الآثار المترتبة على ظاهرة السراب. مشاهدة المسافر في الصحراء والمناطق القطبية أثناء النهار، صور المقلوبة للأشجار والحيوانات أو رؤية ماء مسكوب. أهو أدي هنا في الصحراء، أدي النخيل يرى كأنه معكوس على الماء. أدي هنا سيارة ماشية في الطريق كأنها ماشية في الماء، كل ما تيجي تقرب للماء تجد إن مفيش ماء وإن كأن الماء في المنطقة اللي بعدها، وهكذا. عشان كده سموه سراب. السراب جاي من إن هو حاجة شيء غير حقيقي، صورة ليست حقيقية. تفسير ظاهرة السراب، عندما تكون الشمس ساطعة، أهو أدي عندي هنا الشمس ساطعة، وأدي عندي هنا طبقات الهواء، فنجد هنا أدي عندي هنا الأرض، فطبقة الهواء الملامسة للأرض بتكون أعلى حرارة. يعني مثلا تخيلت إن هنا درجة الحرارة 40 وهنا درجة الحرارة 30 وهنا درجة الحرارة مثلا 35 وهنا درجة الحرارة 20 مثلا. يبقى إذا هنا آدي هنا هيسقط الشعاع، هيحصل له إيه؟ هينتقل الشعاع فهينكسر مبتعدا عن العمود، وهكذا إلى أن تحدث ورؤية الصورة غير حقيقية. طب مين بقى؟ عايزين نعرف مين الوسط اللي أكبر سرعة، اللي أعلى حرارة ولا الأقل حرارة؟ الوسط الأعلى درجة حرارة هو أكبر سرعة. اللي أعلى يعني لو مسكت الاثنين دول واعتبرت ان ده N1 وهنا N2، فهو هينتقل من وسط اقل سرعة الى وسط اكبر. يبقى اذا ادي الشعاع اهو سقط فهينكسر مبتعدا عن العمود، سقط هينكسر مبتعدا عن العمود، سقط هينكسر مبتعدا عن العمود الى ان يحدث انعكاس كلي. فبنقول عندما تكون الشمس ساطعة ترتفع درجة حرارة سطح الأرض فتسخن طبقة الهواء التي فوقها، فتكون درجة حرارة الهواء في الطبقة التي تليها أقل، وهكذا تنتقل الأشعة الصادرة عن الأجسام على سطح الأرض
من منطقة هواء بارد وهي تمثل وسط ذو كثافة أعلى وسرعة أقل إلى وسط آخر أسخن يمثل وسط ذو كثافة أقل وسرعة أكبر، فتنكسر الأشعة عند السطح الفاصل بينهما وابتعد عن العمود المقام وتستمر هكذا إلى أن تصل إلى زاوية أكبر من الزاوية الحرجة فيحدث الانعكاس الكلي وبالتالي نرى صور الأشياء مقلوبة. ثاني استفادة من ظاهرة الانعكاس الكلي الألياف الضوئية البصرية أو الفايبر، وهي عبارة عن أنبوبة رفيعة من مادة شفافة مثل الزجاج أو البلاستيك لكي ينثني في أي هيئة. أدي عندي هنا طبعا دي صورة مكبرة، الألياف البصرية دي عاملة زي الشعرة في رفع الشعرة، لأن حاليا بتستخدم تقنيات في جراحة المناظير، فمثلا هي بتعتبر كم يعني ممكن أوصل الضوء للأماكن التي يصعب إيصال الضوء إليها، زي شخص عايز يعمل منظار في المعدة أو منظار في الأمعاء، فبيدخل المنظار ومعاه الليفة الضوئية دي عشان تضيء الحيز المظلم ده بحيث إن المنظار يسجل أو الصورة تظهر على المونيتور والطبيب يستطيع إما أن يجري الجراحة أو يجري العلاج أو يكتشف المرض وهكذا. فهنا أدي هنا بيسقط الشعاع بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة فبيحدث له انعكاس داخلي كلي وبيظهر هنا الضوء من الجهة الأخرى. فبنقول الفكرة هنا عندما يدخل ضوء من أحد طرفي الأنبوبة وتكون زاوية السقوط على أي جدار من الجدران أكبر من الزاوية الحرجة، لذا يحدث للشعاع عدة انعكاسات كلية من جدار إلى آخر حتى يخرج من الطرف الآخر. إيه اللي بيخرج؟ بيخرج الضوء. يبقى هنا فأنا استفدت إيه؟ إن الضوء سقط من جهة وخرج من الجهة الأخرى، يبقى أنا وصلته لمكان يصعب إيصال الضوء إليه. طيب اتفقنا إن هي عبارة عن أنبوبة رفيعة من مادة شفافة، أدي هنا تصنع الليفة الضوئية من طبقتين من الزجاج أو البلاستيك، تكون الطبقة الخارجية معامل انكسارها أكبر والطبقة الداخلية معامل انكسارها أقل. طب وإيه يعني يا أستاذة علاقة معامل الانكسار؟ معامل الانكسار مرتبط بالسرعة، وأنا عشان تتحقق الظاهرة دي لابد الشعاع ينتقل من وسط أقل سرعة إلى وسط أكبر سرعة. وسط أقل سرعة يعني معامل انكسار أكبر، إلى وسط أكبر سرعة يعني معامل انكسار أقل، لأن العلاقة عكسية بين السرعة ومعامل الانكسار. طب لما أقول لكم إن العلاقة عكسية بين السرعة ومعامل الانكسار، يبقى أنا لو رسمت علاقة بين إن وساين سيتا سي هتطلع العلاقة إيه؟ عكسية. طب العلاقة دي لو عايزة نحولها لطردية أعمل إيه؟ أقول إن واحد على ساين ثيتا سي، أول ما أقول واحد على يبقى العلاقة تتحول من علاقة عكسية إلى علاقة طردية. أدي هنا أدي الألياف، ده شكل الألياف الضوئية وده شكل شعاع منعكس من على مرآة. طب يا أستاذة بما أن المرايا بتعكس ليه ما بنستخدمش المرايا؟ ليه نستخدم الألياف الضوئية؟ فيجي السؤال يقول لي علل تفضل الألياف الضوئية عن المرايا في عكس الضوء، إيه السبب؟ قال لي أن الألياف الضوئية بتحافظ على شدة الضوء أما وبتكون أسهل في التعامل، يعني أنا عشان أدخل مرايا في بطن المريض صعب، ولكن لما أدخل ليفة رفيعة جدا زي الشعرة خلاص أسهل. يبقى إذن طبعا الليفة هنا مرنة صغيرة غير إن هي لا تشتت الضوء. طب دي إيه؟ غير مرنة.
تشتت الضوء، يبقى مين أفضل؟ يبقى الأفضل الألياف الضوئية البصرية. يبقى الألياف الضوئية بتحافظ على شدة الضوء، ما فيش أي ضوء بيتشتت، نفس الشدة اللي داخلة هي الشدة اللي بتخرج. أسهل في التعامل لأنها مرنة أو لينة، بينما المرايا تشتت جزء من الضوء وأصعب في التعامل. تمرين هو ده الواجب المفروض تحلوه، بس طبعا عارفة ان انتم مش هتحلوه، فهحله معاكم. سقط شعاع ضوئي بزاوية سقوط 58، سقط شعاع يبقى زاوية السقوط ثيتا اي بتساوي 58 درجة على سطح لوح زجاجي معامل انكسار 1.6. طيب هنا قال لي سقط شعاع على لوح زجاجي، هيسقط منين؟ طالما ما ذكر ليش الوسط اللي هيسقط منه، يبقى لازم يكون الوسط ده الهواء. يبقى اذا الوسط الاول هو الهواء، وتلقائيا الهواء معامل انكسار واحد، يبقى ده سقط من الهواء الى الزجاج. الزجاج معامل انكساره هو اخبرني عليه اللي هو 1.6، فانعكس جزء وانكسر منه جزء. اوجد مقدار الزاويه بين الشعاع المنعكس والشعاع المنكسر. طب تعالوا نعمل كده رسم تخطيطي عشان نقدر نجاوب. لو انا عملت كده سطح فاصل، وادي هنا العمود المقام، وادي هنا سقط شعاع، سقط شعاع زاوية سقوط اهي المحصورة بين العمود والشعاع، ادي دي 58، وانتقل من الهواء الى الزجاج. طبعا معنى انه هينتقل من الهواء الى الزجاج انه هو هينكسر مقتربا من العمود، لانه انتقل من وسط اكبر سرعة الى وسط اقل سرعة. ادي زاوية الانكسار ثيتا ار. هو ايه المطلوب بقى؟ هنا انا عندي هنا ان 1 بواحد، وادي ان 2 ب 1.6. فقال لي ان في جزء من الشعاع ده هينعكس، وان هو عايز الزاوية المحصورة بين الشعاع المنكسر والشعاع المنعكس، يعني هو عايز الزاوية دي. طب انا اجيب الزاوية دي ازاي؟ ده العمود، ادي هنا عندي معامل انكسار الوسط الاول، عندي معامل انكسار الوسط الثاني، عندي زاوية السقوط ثيتا اي، يبقى استطيع ايجاد زاويه الانكسار من قانون سنيل. طب يلا نطبق. ها يلا نقول ايه؟ نقول ان 1 ساين ثيتا اي بيساوي ان 2 ساين ثيتا ار. انا عايز اجيب ساين ثيتا ار، يبقى اقسم الطرفين على ان 2. يبقى إذن ساين ثيتا ار هيساوي ان 1 اللي هو 1 في ساين 58 على ان 2 اللي هو 1.6. يلا طلعوا لي ناتج وبعدين اعملوا شيفت، شيفت ساين انصر، وقولوا لي هيطلع كام. استاذة طلع لي 32.0. كم؟ 32 ساين 58 تقسيم
1.6 shift sign answer يطلع لي الزاوية 32. يطلع لي هنا ثيتا R بتساوي 32 درجة. طيب يبقى أنا جبت إيه دلوقتي؟ أنا جبت الزاوية دي اللي هي 32 درجة. طيب الزاويتين دول مش مجموعهم 90؟ يبقى عشان أجيب الجزء ده أطرح 90 ناقص 32 يطلع لي كام؟ 58 يبقى الجزء دي 58. طب مش انا عندي هنا المفروض ان زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس؟ يعني دي 58. طب مش الزاويتين دول متممتين يعني مجموعهم 90؟ يبقى 90 ناقص 58 يطلع كام؟ 32. يبقى الحتة دي كده 32. يبقى إذن الزاوية الكاملة دي كام؟ عبارة عن 58 زائد 32 تطلع كام؟ 90 درجة. 90 درجة. تمام؟ اهو انا كنت بدات وبعدين تبقى خلاص كملوها انتوا بقى. يلا خلاص خلاص يلا مع السلامة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. نشوفكم على خير إن شاء الله.